حسب المعلومات لدينا معظمهم مصيرهم ما زال مجهولا، وبعض منهم تم إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة. عمليات الخطف، عمليات السلب، عمليات الحفر، عمليات كافة الجرائم ما زالت مستمرة في منطقة عفرين وبشكل ممنهج ومنظم أكثر من السابق. والهدف من ذلك هو تحقيق عملية التغيير الديمغرافي وإجبار الكرد الباقين في منطقة عفرين، إجبارهم على التهجير وترك منطقة عفرين لهؤلاء المرتزقة ولجيش الاحتلال التركي الذي يستهدف دولة تركيا من خلالها تحقيق الميثاق الملي. جرائم مستمرة، جرائم الخطف، جرائم القتل، جرائم العنف الجنسي، جرائم الاستيلاء، جرائم تخريب المواقع الأثرية، أكثر من 60 موقع أثري. يعني بالمحصل نستطيع أن نقول أينما وجد موقع أثري أو تل أثري في منطقة عفرين تعرض التل للحفر وللبحث عن الآثار من أجل بيع الكنوز الأثرية في سوق سوداء، إضافة إلى تغيير تاريخ المنطقة من الناحية حتى الأثرية، لأن علم الآثار هو أكبر شاهد وأكبر دليل على تاريخ المنطقة. لذلك الدولة التركية والفصائل المرتزقة ترتكب جميع الجرائم في منطقة عفرين، وارتقت هذه الجرائم حسب تقارير منظمات دولية وخاصة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا ولجنة العفو الدولية، ارتقت إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. أي ما تتبعه دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة هو جرائم الإبادة الثقافية بحق الشعب الكردي في منطقة عفرين. ماذا عن الحديث الذي يدور اليوم عن استعداد الاحتلال التركي لإنشاء مستوطنة جديدة بريف جندرس بريف عفرين؟ المستوطنات هو المرحلة الثانية من عملية التغيير الديمغرافي التي يسعى دولة الاحتلال التركي إلى تحقيقه، لأن أكبر عملية تغيير ديمغرافي تم في منطقة عفرين في تاريخ 18/3/2018 أثناء الاحتلال التركي لمنطقة عفرين، وسبب بتهجير أكثر من 350 ألف كرد أصليين من المنطقة. الآن دولة الاحتلال التركي تريد أن ترسخ هذه عملية التغيير الديمغرافي، أن تقوم بترسيخها على أرض الواقع. من ضمن الأساليب التي تقوم من أجل ترسيخ هذه عملية التغيير الديمغرافي هو بناء هذه المستوطنات، فتم بناء أكثر من 18 مستوطنة في جميع نواحي منطقة عفرين، الشيخ الحديد، جنديري، شيراوة، شران، راجو، بلبل، جميع المناطق، وهي مستمرة في بناء هذه المستوطنات لترسيخ عملية التغيير الديمغرافي وجعلها حقيقة، يعني إعادة تجربة لواء اسكندرون، تريد أن تعيد تجربة لواء اسكندرون في منطقة عفرين. أستاذ مصطفى، ما الذي يترتب قانونيا على بناء هذه المستوطنات في محافل المجتمع الدولي أو المحاكم الدولية؟ ومن الناحية القانونية، سواء من القانون الدولي وسواء المواثيق الدولية والقانون الدولي العرفي وغيرهم من القوانين، ما تقوم به دولة الاحتلال التركي هو بالأساس احتلاله لمنطقة عفرين، هو يعتبر جريمة احتلال، لأن يعني منطقة عفرين هو جزء من سوريا، وسوريا ما زالت دولة ذات سيادة وفق القانون الدولي. هذا من ناحية. أما من الناحية الثانية، ما تقوم بارتكابه من الجرائم ترتقي، خاصة عملية التغيير الديمغرافي ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، لأن بهذه الجرائم خاصة بناء المستوطنات وعملية التهجير القسري يهدف إلى الإبادة الثقافية، الإبادة الجماعية للشعب الكردي في منطقة عفرين. من الناحية القانونية يعتبر جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية. يعني من الناحية القانونية جميع أركان الجرم تطبق على الجرائم التي ارتكبها دولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة، ولكن بالرغم من ارتكاب جميع هذه الجرائم، مع الأسف إن منطقة عفرين أصبح مركز لتدريب المرتزقة لممارسة كافة أنواع الجرائم. نستطيع أن نقول بأن الجرائم التي لم يرد عليها تعريف قانوني، هذه جرائم ارتكبت في عفرين. هذه حقا كافة أشكال أنواع الجرائم ترتكب في منطقة عفرين، وبإشراف مباشر من دولة الاستخبارات التركية، وبمساعدة من وبتغطية مع الأسف
من ما يسمى المجلس الوطني الكردي الذي دائما يحاول أن يبرر هذه الجرائم سواء في المحافل الدولية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. تحاول دائما أشكرك. أن هي أداة لدولة الاحتلال التركي وهذه الفصائل المرتزقة تقوم تحاول أن تبرر هذه الجرائم، إضافة إلى مساعدة دولة الاحتلال التركي بتشكيل مجامع المجالس المحلية لإعطاء الشرعية لدولة الاحتلال التركي وتجعل الاحتلال حقيقة موضوعية وتخدع فيها رأي العالمي بأن المجلس الوطني الكردي هو ما يمثل أهالي عفرين، بأن المجلس ما يسمى المجلس الوطني الكردي بالأساس في عفرين قبل الاحتلال التركي. المقاطعة أستاذ جبرائيل المصطفى، انتهى الوقت المخصص من ريف حلب الشمالي. حتى في منطقة عفرين من ريف حلب الشمالي جبرائيل مصطفى، الرئاسة المشتركة لاتحاد محامي إقليم عفرين وعضو منظمة حقوق الإنسان بعفرين، شكرا لك.